تعتبر العلاقات الثنائية في مختلف الجوانب بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين الشعبية تاريخية، وتشكل نموذجاً يقتدى به للتعاون والشراكة الاقتصادية الدولية. فقد شهدت التدفقات الاستثمارية والمبادلات التجارية بين دولة الإمارات والصين الشعبية معدلات نمو متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، وتحرص الإمارات على تطوير علاقات قوية وإيجابية مع الصين التي تحتل المركز الأول كأهم شريك تجاري للدولة، حيث بلغت قيمة التجارة بين الإمارات والصين خلال السنوات العشر الماضية 303 مليارات دولار أمريكي، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن سفارة الدولة في بكين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد. وبلغ حجم التبادل التجاري 52 ملياراً و65 مليون دولار أمريكي في عام 2017 بزيادة نسبتها 15.1%، كما ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين ليصل إلى 37.4% من واقع زيادة إعادة التصدير، وبقيمة بلغت 3.046 مليار دولار أمريكي. وارتفعت الواردات الإماراتية من الصين خلال نفس الفترة بنسبة 14.7% لتصل إلى 47.094 مليار دولار أمريكي. وتتصدر الإمارات قائمة الدول العربية كأهم مستقبل للصادرات الصينية، وتستحوذ على ثلث صادرات الصين للدول العربية، وفي المرتبة الثانية عربياً من حيث إجمالي التجارة الخارجية، وتحتل المركز الأول خليجياً حيث تستحوذ على ما نسبته 48% من التجارة الخارجية غير النفطية و60% من الصادرات الصينية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر عبر الإمارات. وإلى جانب ذلك، تعتبر الإمارات مقصداً للاستثمارات الصينية في العالم العربي، وهنالك زيادة سريعة في حجم الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات، حيث استطاعت الدولة أن تجذب ما يزيد على 44% من مجمل الاستثمارات الصينية في الدول العربية، وتستحوذ على 75% من الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما توجد استثمارات إماراتية كبيرة في الصين عبر شركات كبرى، وتعتبر من أهم المراكز للترويج التجاري للمنتجات الصينية المبتكرة ذات التقنية العالية في الشرق الأوسط. وأشارت الدراسات والتقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد في الدولة أن هنالك أكثر من 100 فرصة استثمارية في المشاريع ذات العائد المرتفع في إطار صندوق الاستثمار المشترك بين البلدين، خاصة في مجال صناعة الطيران والصناعات المتقدمة وتطوير العقاري والخدمات المالية والاستثمار الرأسمالي. ويبين التقرير أن هناك أكثر من 5000 علامة تجارية صينية مسجلة في الإمارات، فضلاً عن 4000 شركة صينية، حيث تهتم الشركات الصينية بتوسيع تواجدها واستثماراتها في الأسواق الإماراتية بفضل بيئة الأعمال المتميزة والمتنوعة وتوفر المقومات المشجعة. وهنالك مشروعات تنموية جاري تنفيذها في ضوء الاستعدادات لاستقبال إكسبو 2020. وذكر التقرير أن الدولتين تعكفان على بناء منصة متكاملة للتعاون الاستثماري من خلال إنشاء المنطقة الصناعية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، لتضم مختلف الأنشطة الاستثمارية والقطاعات الحيوية ذات الاهتمام من الجانبين، خاصة وأن الصين تعكف على إنشاء نمط تنموي جديد يقوم على تحديث السوق المالي وبناء شركات مواكبة للتطور في العصر الحديث. وقد اتخذت مؤخراً سلسلة من التسهيلات لدفع المعاملات المصرفية الإسلامية وبناء مركز مالي بين الصين والدول العربية والإسلامية، مما لا شك فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تتمتعان بعلاقة متميزة، وما يميزها هو المصداقية والشفافية والتطابق في الأفكار والتطلعات والرؤى
والمصلحة المشتركة التي تجمعهما، والفضل في ذلك يعود إلى حرص وحث قيادة البلدين على العمل المشترك والوصول بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات من خلال التفاهم والثقة بالعمل مع بعضهما، مما يساهم في تقوية العلاقات بين الشعبين.